تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري. رونالد كومان مش عم بعيش أحسن فتراته مع برشلونة. الفريق عم بيتعثر كثير وعم تتكرر تعثراته بشكل خلى مطالبات إقالته واضحة، والأسئلة اللي بتتوجه لمرشحي رئاسة النادي واضحة للغاية. شو حتعملوا بكومان؟ وكأنه إقالته هي المنطقية. في الماضي كنت عامل فيديو خلال إحدى حلقات سيلفي برشلونة وتكلمت فيه إنه يعني إقالة كومان بتذكرني بإقالة لوبوتيجي لو حصلت، أو إنه وضع كومان بذكرني بوضع لوبوتيجي، ولعدة أسباب. ربما أوضح واحد وأسهل واحد قبل ما نتكلم شو صار في الأندية إنه الاثنين ضحوا بتجربة وطنية ناجحة. أحدهم استقال أو اضطر للخروج من إسبانيا وضحى بكأس العالم، والثاني استقال وترك هولندا وضحى بالمشاركة بيورو 21 وبعدها كأس العالم 22 مع منتخب يتشوق للعودة إلى الواجهة. هذا أولا، لكن في شيء آخر أيضا حدث. كلاهما تم غدره بسوق الانتقالات صراحة. كلاهما دخل سوق الانتقالات وعارف نقصه خيارات واضحة ما إجت. الاثنين انتم الطلب منهم بالاعتماد على ناشئين او شباب صغار ويلا دبروا حالكم، في حين الشباب الصغار دائما بيحتاجوا وقت ليستقر مستواهم وبيحتاجوا وقت حتى لتستقر مراكزهم وطريقة توظيفهم. وربما انا كنت غردت اصلا في الماضي لما بدأت او اغلقت سوق الانتقالات وقلت انه تم خيانة كومان من قبل ادارة برشلونة، لانه الرجل جاء عنده طلبات ولم تأتي. هذا اولا. ثانيا، كلاهما يتشابه بشيء آخر. كرة القدم بعيدا عن النتيجة بتحسها أفضل من الوضع الماضي، بتحس في تحسن، في تحكم بالكرة، تحكم بالرتم، في صناعة فرص، عدد هائل من صناعة الفرص. ولما الفريق يكون عم بيعيش فترة ممتازة بتجيهم هفوة دفاعية ما بتعرف من وين، وغريبة وساذجة بتقضي على النتيجة، بتقضي على المعنويات وبتأدي لنتيجة تبدو سيئة وتبدأ المطالبة بالإقالة. ايضا شيء ثالث، كلاهما واللي بتذكر فترة لوبوتيجي بفهم شو بحكي، انه الفريق مع المدرب الاسباني آنذاك في ريال مدريد كانوا عم بيخلقوا عدد فرص رهيب، ربما حتى اكثر من عدد الفرص اللي ودت ريال مدريد يفوز بالدوري السنة الماضية. لكن هذه الفرص كانت عم بتضيع بشكل عجيب، رعونة من هذا اللاعب وتسرع من ذلك اللاعب، وكان الفريق في النهاية عم بيطلع بنتائج سلبية، رغم انه لو نسينا النتائج تشعر الفريق متفوق. هذا الشيء عم بصير مع برشلونة اللي احصائيا يعتبر صاحب اكثر صناعة فرص clear cut chances، او ما تسمى الفرص السانحة للتسجيل، يعني فرصه واضحة للتسجيل لكن لاعبينه عم بضيعوها. حتى الموضوع وصل انه برشلونة اصبح اكثر فريق ضيع ركلات جزاء، وهون دائما يتساءل الناس طب احنا كيف نلوم مدرب؟ خلى فريقه يقدر يصنع فرصة تكون أمام المرمى أكثر من أي فريق آخر، لكن الفرق أنه الفرق الأخرى سجلت وفريقه لم يسجل. وكأنه إحنا عم منشوف تاريخ بعيد نفسه، الفرق تغيير القميص من ريال مدريد إلى برشلونة، الفرق تغيير الاسم من رونالد كومان إلى لوبوتيجي، من لوبوتيجي إلى رونالد كومان. حال كومان لا يبدو مطمئن، وعلى الأغلب لو ما تحسنت الأمور حيكون ضحية اللي بصير حاليا في برشلونة.